شايف انه في وسعة للزباين توقف بالنسبة للمحلات. ثاني اشي ما في فوضى لوقفة السيارات. الزبون بوقف في راحته وبطلع في راحته وما حدا بياخذ مطرح حدا يعني. واي وقت لو مالك اشي يعني مطرح ما بده بالضبط ولكن موقف قريب وبقدر يوقف اي زبون، يوقف في الشارع ياخذ حاجته ويمشي من دون اي مشكلة. لأول مرة بلاحظ انا كصاحب محل فراغ في الشارع، يعني بحيث انه من مده طويله بكنا نتمنى انه لكن نعرف ننزل سياره، توقف سياره تنزل بضاعه او نوقف سيارتنا او شيء زي هيك. فمن يوم ما شغل العداد من بدايه من هذا اليوم يعني ربع ساعه بتقعد السياره، ثلث ساعه او نص ساعه بتروح بتيجي سياره بدالها، يعني طول يعني حوالي 10 او 12 سياره في هالاربع خمس ساعات اللي وقفنا اليوم. وهذا كان شيء يعني غريب علينا بصراحه، ولاحظنا في تحسن ملحوظ في حركه السوقيه اليوم. بتشوف كل السكان الغربيين من البلد يعني بصفوا سياراتهم اسرائيليه، ناس غربيين كلهم بصفوا قاعدين قبال المحلات، وممتاز ان شاء الله الوضع. انا بالنسبه لي كصاحب محل انه هذا الشيء كثير منيح وكويس، انه سمح لكثير الناس انه تقدر تيجي تلاقي موقف بنص البلد خلال فتره النهار، لانه يعني هيك ما سمح انه يكون في احتكار يعني للموقف، لانه في ناس كثير كاصحاب محلات بيجي بصف سيارته من الصبح لليل، وفي ناس بتيجي بدها تصف يعني سيارتها ما بتلاقي موقف. هذا الشيء كثير منيح انهم يعني من الصبح لسه في ناس كثير اجت صفت واخذت راحتها يعني ونزلت اشترت من المحل اللي بدها اياه وضلت رايحه. الهدف من المشروع تنظيم الحركه المروريه للبلد، افساح المجال للمتسوقين انهم يتسوقوا داخل البلد بوجود مواقف للسيارات، تخليهم دون الملل في البحث عن مواقف ليضعوا فيها السيارات. الهدف الثاني من العداد انه تقليب السيارات، عدم احتكار المواقف. كان صعوبة في الاستخدام لعدم معرفة الناس في هذا الشيء، احنا قمنا بتوزيع مناشير تنبه الناس، قمنا بتغريم الناس غرامة مخففة جدا لإعلامهم بأنه اليوم بدأ العمل بهذا العدادات، مشروع العدادات. الهدف من العدادات زي ما حكينا تنظيم الحركة المرورية، طريقة عمل العداد اللي هي بنحط فئات النقود المدخلة في العداد، 1 شيكل لكل 30 دقيقة، 2 شيكل للساعة، 5 شيكل بعطيك ساعتين ونص، 10 شيكل بعطيك 5 ساعات. العمل بالعداد يبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الغروب. اللي ما بيكون حاطط بالعداد بتغرم غرامة قيمتها 20 شيكل للساعة الأولى. احنا بنبلغه عن طريق وضع تحذير على كزاز السيارة مكتوب بها احذر تحذير، السيارة مكلبشة، اللي فك الكلبشة يرجع الاتصال على الرقم الفلاني، بتصل علينا احنا بنودي له المراقب اللي بيكون موجود بالشارع اللي هو فيه، بحدد لنا مكان السيارة، بنودي المراقب بغرمه وبعدين بفك الكلبشة. وسط اجماع شارع الكرمي فان نظام العدادات الجديد اتاح مجالا لانعاش ما تبقى من الحركة الاقتصادية في المدينة. لبرنامج نبض الشارع، خالد بدر.